السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الأصل الثالث سوستنيو مرهواتشو أهل السنة والجماعة كليلو جيتمت برنوش كميلة يوبت سوستنيو مسارتوس. ومن أصول كمسارتو تشوست أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وش مسارتها درجو كيازوت نجروست أنهم النسوكو لا يكفرون كهادي بلوسون أيورفهم أحدا عندنم أكل من المسلمين مسلمي هون نسو كهادي بلو أيتهم إلا سيكارنجي إذا ارتكب بفتس أمجزي ناقيضا أفراشا من نواقض الإسلام. እስልምናን የሚያፈርሱ ነገሮች ሲፈጽም እንጂ አንድ ሙስሊም እስልምናን ከሚያፈርሱ ነገሮች ውጭ ያለን ከባባድ ወንጀል እንኳን ቢሰራ አንድ ሙስሊም ካፊራ ይባላል። ነገር ግን ናቂሰል ኢማን ይባላል፣ እምነቱ የጎደለ ይባላል። እምነት ምን ስለሆነ በልብ የሚቋጠር በመላስ የሚነገር በሰውነት የሚተገበር አላህን በመታዘዝ የሚጨምር አላህን በማመጽ የሚቀንስ ነገር ነው። ለምሳሌ ዝሙት እምነትን ይቀንሳል፣ ሌብነት እምነትን ይቀንሳል። ኢማን ስካለስ ድረስ ግን ሰውየው بالكامل ሙሉ ለሙሉ ከእስልምና ያስወጣው ያህል ሱናዎች እምነት ይሄ ነው። ነዋቂዱ ለኢስላም ከእስልምና አፍራሽ ነገሮች ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል። ሰውየው አላህን ቢሳደብ ከእስልምና ይወጣል። ሰውየው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሳደብ ከእስልምና ይወጣል። ከሷሃባዎች አንዱን ቢሳደብ ከእስልምና ይወጣል። አኢሻን رضي الله عنها الله نصف مهونان قرآن لا يمسكر الله يسوان سن بميربا بمطفون اگر بيانا سات كسل من نيوتان من سلوهنا قرآن ما استباب السلوهنا مالت سلزي أنهم أهل السنة وچكو لا يكفرون أحد عندنم أكالكو كهادي أيلوم من المسلمين مسلمي هنا نسو إلا سيكارنجي إذا ارتكب يه مسلمي نبرا سوية بفتس مجيزي منن ناقضا عفراشا من نواقض الإسلام أسلمنا ما يفرسو نغروتش يفتس مجيزين جي كافير ميلوت كزاوج ليلوتش ونجلوتش سلسرة ونجلوتش عندنا ريبا نقوم بهنو ريبا ككباب بعد ونجلوتش استنو إهن سو كافير ايلوتن. أما ما كان من الكبائر كتللك ونجلوتش كهون أما التي النزي تللك ونجلوتش هي دون الشرك كشرك بتاتشهونو كهون أما ولم يدل اما يتقوم هنا دليل مسرجا على كفر كهادي لمهونو مرتكبه مفتصمو سويه كافر لمهونو ما يتقوم. لمثالي مدينه وسط عند سيد زموت سرتا متاچ رضي الله عنها صحابانات نبيونا يتالچ بنبيو امنالچ زموت سرتا بزموت ارغزا متاچ لجوان تغلاغلا ستچرس امطواتالو كزار مجاسي وسدبات اغبطو مياكسو በድንገት ተከተከቶ ነው አይደል የሚገደለው ዝሙት ሲፈጽም። ደሟ ሲፈናጠር አንዱ ሶሃባ ሌላ ንግግር ተናገረ ከሱም አይጠበቅ። እሳቸው ምን አሉት? የሷ ተውበት መዲና ውስጥ ላሉ 70 ሰዎች ቢከፋፈል ይበቃቸው ነበር አሉ። ከዚህ ምን ያዝ? እስልምናው እንዳለ ነው። እንዲያውም የሷ ተውበት ምን ተደረገላት? ከ70 የመዲና ሰዎች ተውበት እኩል ተወሰደላት። ስለዚህ አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ ዝሙት ሰርቶ መጥቶ ያላ ህግ ሲፈጸምበት ያላ ህግ በመድር ላይ ሰዎችን አድብ ለማስያዝ ተፈጸመበት እንላለን እንጂ ከእስልምና ስለወጣ አይደለም። ለይባም የሆነ ሰው እጁ ሲቆረጥ በለይብነቱ ያላ ህግ ተፈጸመ። ሰው የገደለ ሰው ሲገደል ያላ ህግ ተፈጸመበት ለማለት እንጂ ከእስልምና ወጣ ለማለት አይደለም። ልብ በሉ። ይሄ ምን ምን ይመስል? ከዚና ዝሙትን ይመስል፣ ወሰሪቀቲ ስርቆትን ይመስል፣ ወሹርብ አልኸምር መጠጥ መጠጣትን ይመስል፣ ወአክሊ ሪባ ወለድ መብላትን ይመስል። ከባኢር ወንጀል ስንት ነጥቦች ይዛል ወንድሞቼ? አንድ ወንጀል ከባኢር ለመሆን ምን ምን ነጥቦች ይዛል? አራት ነጥቦችን ይዛል። አንደኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ ከከባኢር መሆኑን የነገሩን ከባኢር ነው ማለት ምን አክበሪል ከባኢር ብለው አሽርኩ ቢላህ ወኡቁቁል ዋሊደይን ወቅትሉ ነፍስ ወሸሃደቱ ዙር ብለው አላሉ። ስለዚህ ከባኢር መሆናቸው ራሳቸው ከተናገሩ ከባኢር ነው ወንጀሉ። ከባኢር ማለት ትልልቅ ወንጀል። ሁለተኛ ዱንያ ላይ ቅጣት የተቀመጠለት መጠጥ መጠጣት በሸሪዓ ያስገርፋል። ቅጣት ስላለበት ወንጀሉ ከባኢር ነው ማለት ለይብነት እጅ ያስቆርጣል። ዝሙት
وي بجراف وي بدينجي تور ورو يسجدلا سلازي كبائر لمهون ሁለተኛው ምንድነው በዱንያ ላይ ቅጣት ከተቀመጠለት ሶስተኛ አላህና መልእክተኛው ረግመውታል ከተባለ ያ ወንጀል ምንድነው ከባኢር ነው ምሳሌ ላአነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኪለ ሪባ ወሙኪለ ወለድ ሚበላና ሚያበላን ሰው ያላህ መልእክተኛ ረግመዋል ስለዚህ አላህም ይርገመው ነብዩም ይርገሙት ርግማን ካለበት ያ ወንጀል ምን አይነት ወንጀል ነው ከባኢር ውስጥ ነው አራተኛ ወይ ከጀነት ያስርቃል ወይ ደግሞ እሳት ያስገባል ተብሎ የተነገሩ ወንጀሎች ምንድናቸው ከባኢሮች ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ምን لا يدخل الجنة قاطع الرحيم زمدنا نقرأ تسو جنة هيقبا كذي من يزنو اندمو چه النزي ونجلوج كشرك بتا چالوت لمن شرك راسو تللق ونجلوج استخونو استوغن اچه اللو اخير علي سلم ما يمار مالتنو ساون ودا كفر يوسدو علمي بالو كهدتنا شرك سيهونو كذابتا چه هونوس سايتوب بتنقوان بيموت سويو تحت المشيئة وستنو ميودكو تحت المشيئة مالتنو مالتنو الله كفلق يمروال توحيد الله مسرته كفلق دمو يقطعال توبته اسكموتا يتوبته سو كمل ذنبه وانجل اندليل لبتنو سلازي اهل السنه وتش ليو ميارغاچو عند سو وانجل سرا بلو بوانجلو مكنيات كهادي اياسنيوتب يا وانجلو كشركنا ككهدت بتاچ اسكونه درس فانهم انسوكو اهل السنه وتش مالتنو لا يحكمون بفتصو ما يفردو على مرتكبها وانجلون بفتصو ما وصوية لي أي الكبائر تللق وانجلو چين بفتصو ما وصوية لي بالكفر كهدي ميل سمك ويسا تتم وإنما يحكمون أن سوكو مفردوت عليه بزي هين وانجل بفتصو ما وصو لي زموت بسرة متت متت تولي بالفسق أمس أنيانو ياللهن دمبر تلال فوال بچانو ميبالو من كمونوغا مسلم كمهونو غام عالتنو ونقص الإيمان امنتو دمو قول لالج امنتو قول لالج يالله انت ازاز ميفتس امسونا يالله انت ازاز ميامسو هولتو كلنا چوندي ايدلو وإذا لم يتوب توبت كالا درقيه قلسم منها كزيچ ونجلو كزموتو كمتتو كولدو كسرقوتو فإنه السوكو تحت المشيئة بالله مشيئة سرنا يالله بالله يهون تاسرنا يالله إن شاء الله الله كفلق غفر له يمروان وإن شاء الله كفلق عذبه يكتوى سيكتوى قن ميكتوى منو درس بچانو يزموتو لك يسرقوتو لك يمتتو لك يولدو لك لمن له اللو نقر لك قال له يالله قاله لا شركس لك قال له يلو هلون سرا قدل سلميكت شرك يسر راسو مچين بيون كجهنب ايوتاب سايتو بتكموتا ليلو چوانجلوچ گن كتات كتكتا راسو سو يوميكتو ايمنو درسنو يحچي سرات اللكنو لزانو ليتتكن هلي شرك انگودي نتنككو منلو لكنهو نگر گن لا يخلد بفتسو مكو زلال موي ايونم من متتتتو ولد بلتو جهنب يقباو سوكو لا يخلد بفتصو مكو زلالة موي ايهونم في النار اساتوست زلالة مالمون اينورم قال تعالى كفّلوا الله سبحانه وتعالى عند الزهالة إن الله الله سبحانه وتعالى لا يغفر بفتصو مكو ايمرم أن يشرك به اي ما تعالى الشرك بسولي اياك قربت يموتن سو بفتصو ما ايمرم ويغفر نقرقني مرال ما دون ذلك كشرك بتاتشال لون وانجل لمن يشاء لفلق اللي تسوي مرال كشرك بتاتشال لون وانجل وچل إيا سرع لموت سو الشي ومذهبو أهل السنة والجماعة ويمو مذهبو أهل السنة يهل السنة وچ أقوى مذهبات شوكو ميقوى زبت منقد في ذلك بزيقو دايكو وساطون مكاكلين يكونو بين الخوارجي بخوارجو مكاكل خوارجو يتمت بروشنا چو يدلو بخوارجوش مكاكلنا الذين يكفرون ان زي خوارجوش مالتكو كافر ميلونا چو مرتكب الكبيرة كباب باد وانجلي سرو سووچ ان زي سووچ كهاديانا چو ميلونا چو لمسالي عربا قرات لي يمسلم مريوش لي قدلتا يالو بولد سي سرو ليو اچو يچلالو ويب مساسلو كهاديوشنا چو يلالو ولد كشرك بتاچنو ايدلن النزي سوج صلاتن اسك سجدو درسنو ارل يالوس نبيو صلى الله عليه وسلم اتامصوباچو بلوالار انسو گ مجمره ماكفر سلاللباچو
ካፊሮች ናቸው ብሎ በነሱ ላይ ይወጣል። ተጠንቀቁ ይሄንን አካሄድ። አንድ ሰው ከባድ ወንጀል ሰራ ማለት ከሽርክ በታች ከሆነ እስልምናው እንዳለ ነው። ነገር ግን ሙሉ እስልምና አይደለም ያለው። ኢማን የተፋወት የሰዎች ኢማን ይበላለጣል አይደል? የአቡበክር ኢማንና የሶሃባዎች በጠቅላላ እስከ ዮም አልቂያማ ድረስ ምን መጣው ሰዎች ኢማን አንድ ነው አይደለም። ልክ እንደዚህ ሰዎች አስሉ መሰረታቸው እስልምና ውስጥ ይሆኑና እስልምና ውስጥ ሆነው ግን ምን ይሆናሉ? ይለያያሉ፣ ይበላለጣሉ። ወንጀል የሰራ ሰው ማንንም ለማይክደው በወንጀሉ ልክ አመጸኛ ይባላል። ሲጠላም የወንጀሉ ልክ ነው የሚጠላው። ሙሉ ከሃዲ በሚጠላበት መንገድ አይጠላም። ሌላ ነጥብ የተረሳ፣ አንድ ሰው ከሃዲ ሊሆን ረመዳንን ጾም እየጾመ ከሃዲ ሊሆን ይችላል። እንዴት? ለምሳሌ ረመዳንን ይጾማል፣ ግን ረመዳን የሚባል ነገር እኮ በእስልምና የለም ግዴታ አይደለም ካለ ከእስልምና ይወጣል። ምን ስለሆነ? አርካኑ ኢስላሚ ኸምሰቱን ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእስልምናን ምሰሶዎች አምስት መሆናቸውን ተናግረዋል። ከሱ ውስጥ የረመዳን ወር ግዴታ ጾም መሆኑን አላህ ነግሮናል፣ እሳቸውም ነግረውናል። ይህም ሌላ ሰዎች ከእስልምና የሚወጡበት ነው። አላህ ፈርድ ያደረገውን ነገር ፈርድ አይደለም ቢል ቢሰራው እንኳን ሙስሊም አይባል። ቢሰራው እንኳን የሚለውን አስምሩበት። ስለዚህ ኸዋሪጆች ሙስሊሞችን ካፊር ይላሉ ባዩባቸው ወንጀል የተነሳ በየትኛው በከባኤር ወኢን ካነት ዱነ ሽርክ ከሽርክ በታች እንኳን ብትሆን ካፊር ብለው ሰውን ይጠራሉ። ወበይነል ሙርጂአቲ አህለ ሱናዎች ደግሞ ከኸዋሪጆች ብቻ ሳይሆን ከሙርጂአዎችም ደግሞ የተለየ አቋም ነው ያላቸው። ሙርጂአዎች ማናቸው ይመጣል። ስለዚህ አህለ ሱና ወሰጥ መካከለኛዋን ነው የሚይዙት። ሙስሊሞችን ወንጀል በመስራታቸው ምክንያት ካፊር አይሉም አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሙርጂአዎችም አይደሉም። ሙርጂአዎች እነማን ናቸው? አለዚነ የቁሉን እነሱ እኮ የሚሉ ናቸው ሁወ ሙእሚኑን ወንጀል የሚሰራው ሰው እኮ አማኝ ነው። ካሚሉል ኢማን እቺ ናት አደጋዋ፣ ሙሉ እምነት አለው። እምነት አንዴ በውስጥ የሚገባ ነገር ነው ነው የሚሉት። ሙርጂአ የሚባሉት የጥመት ቡድኖች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? አደገኞች ናቸው። እምነት በልብ ነው ነው የሚሉት። በቃ ልብህ ካመነ ልክ እነዚህም ሰዎች ምን የሚሉ ናቸው? ኢማን በልብ ነው ይለዋል። ለሚሰሩት ወንጀል ማለት ወንጀል ሰርተህ አላህን ካልፈራ ምኑን ኢማን አለ? ተተጃፋ ጁኑብሁም አኒል መዳጂኢ የድዑነ ረበሁም ኸውፈን ወጠማ ጎኖቻቸው ከአልጋዎቻቸው ይርቃሉ አለ። ምን ሆኖ ምን ነክቷቸው? ጌታቸውን ሊለምኑ የድዑነ ረበሁም ጌታቸውን ሊለምኑ ኸውፈን ፈርተውት ወጠማ ከጅለውት ሁለቱም መያዝ ግድ ነው። ሙርጂአዎች ግን ወንጀልም ሰራህ አንዴ በልብህ እምነት ገብቷልና አይጎዳህም ይላሉ። ማህበረሰቡም ላይ ታያቸዋለ። ወንድሜ አላህን ፍራ ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ብለህ ስትጀምር ምንድን ነበር ጆሮ መሆን የነበረበት የዚህ ሰውዬ? ነቢዩ ተብሏል ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ጆሮዬን ልክፈት ነው አይደል የሚባለው? ልቤንም ልክፈት ቆም ብዬ ልስማ ይሄ ነገር ምንድን ነው አይደል የሚባለው? እሳቸው እኮ ለእኔ ማትገባኝን ሴት ከምጨብጥ አናቴ በወስፌ ቢመታ ይሻላል ብለዋል ስትለው እሱ ምን ይልሃል? ኢማን በልብ ነው ዋናው እዚህ ውስጥ አታስበው ይላል። ይሄ የሙርጂአዎች እምነት ነው። ክልከላን አለመከልከል ምን ስለሚያስቡ? አንድ ጊዜ ካመንክ ይሄ ስለጨበጥክ፣ ጸጉርን ስለተሸፈንክ ሴቶችን በተመለከተ ሲመጣ በመሳሰለው አይደለም ይለዋል ነው እንጂ በልብ ይቋጠራል እኮዋል፣ በምላስ ይነገራል፣ በሰውነት ይተገበራል። እነዚህን ሶስት ነገሮች በምንሰራባቸው እሱም በታዘዝነው ቁጥር ከፍ ይላል ይጨምራል። ሊየዝዳዱ ኢማነን ማአ ኢማንህም በእምነታቸው ላይ እምነት ሊጨምርላቸው። ይኸው ትእዛዙን ለታዘዘ ሰው ይጨምራል። ሴቶችን በተመለከተ ምን አሉ? ናቂሳቱ አቅሊን ወዲን አቅላቸውም ዲናቸውም የጎደሉ ናቸው። ምክንያታቸውን ሲናገሩ ምን አሉ? ሀይድ በማየታቸው ምክንያት ከኢባዳ ምን ይሆናሉ? ከሰላት ወደኋላ ይላሉ። ይኸው አቅላቸው የጎደለበት ተነገረ። ኢማን ወንጀል በመስራት እንደሚቀንስ እነ ሱፊያን ሰውሪ ሲጠየቁ እንዴት ኢማን ይቀንሳል ትላለ ሲባሉ ወርዶ አሉ የጎመን ዘር ፍሬ የሚያክልበት ጊዜ ይመጣል አሉ። ከጀሃነብ የመጨረሻ የሚወጣው ሰው ማን ነው? ጀሃነብ ዘውታሪ የሚሆኑት ማን ናቸው ብለናል? ከሃዲያን ሙናፊቆችና ሙሽሪኮች ናቸው አይደል? የመጨረሻ የሚወጣው ሰውዬ ማን ነው? የጎመን ዘር ፍሬ ልባቸው ውስጥ ኢማን ያሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ ይወጣሉ አሉ። ይሄ ወርዶ ኢማናቸው እና አቡበከር ያለ ጥያቄ ሲገቡ ሌሎች ደግሞ በወንጀላቸው ምክንያት ግን አማኝ ናቸው
تكتو تكتو ياتشي يقومن زرفري متاكل زيوس سلالج تاوتا شوالج سلزي كمرجئم كخوارجم لنسى دي قبانا ويقولون أهون مكويلالو لا يضر أي قودا مكويلالو مع الإيمان كأمنتك معسية وانجل أي قودا ميلالو عند سو كامنا وانجل أي قودا ميلالو كما لا ينفع عندما يتكمو هلو مع الكفر ككهدتك طاعة الله متعزز عندما يتكمو هلو كأمنتك وانجل أي قودا ميلالو إنيا كهولتهم يتعداننا الأصل الرابع أردتنيو أهل السنة كم يمنوا بتمسارتو تشوست ومن أصول أهل السنة والجماعة أهل السنة كم يمنوا باتشو مسارتو تشوستكو وجوب قديتانو إلالو طاعاتي متازز ولاة الأمور المسلمين يا مسلمو تشن قدي حالا في تدرقو يتشومو نسوي متازز قدنو يا مسلمو تشن مري متازز قدنو ما لم يأمروا اسكالا ززو درس بمعسيتين بونجل اسكالا ززو درس أجرات تدكموا ميبالو من سيهونا واندموشي أجرى إتشاغركو دكامانات متبالو من ستونو بارتيوش سيبزو باتنو تك أناك أين سيبزا مريوشن وشتا ميرغاتشو من دنو النزينيوشو مرتون إن أنت كمرتاشون إن إن أرغلا شوالن سلميلو النزي مريوشن ما يسروتني واشان عند أجر عند مري بينورات تك أناك أين بينورات أجر بسلاميلت أورنت بزو تكتلالج إنيا مسلموش دمو من مريوشن سكتكبر اللندرس قرآن حديث بسوم يستددرو مسلم مريوش اسكمتو درس أبزان يوسرا إن يغار نيالو الله عندن ديزي بمريوش بكولي كتانا مكتش أوش تدرغو إلا كالو ين ياسرا من سلوهنا سيب بلاش مالت لزي ما سرجو عبد الملك بن مروان يتبالو عمية عباسية ميبال تاريخ لا يال يمسلم مريوش نبرو عبد الملك حزبوش تك أو مواسنسو يساچونا قزاز بتملكتا الساچو وانو وانا ميبالو تنترونا أبو بكر نا عمر عندن هون لا تشونو متفلقو تعالو أبو بكر نا عمر يتنيوچو صحاباوچو مالت عندنا أبو بكر نا عندنا عمر عندن مرانا وي متفلقو تعالو زالو تيتسبسبوت منالواچو او انسوم خليفة ناچو يا مسلموچ گوداي ادرا تسطواچوال انتم خليفة نا ينيا يا مسلموچ مري تدرغال انسون هونو لنا الواچو الساچو منالو طرو الو با أبو بكر نا با عمر زمن بالنسو سر ينبرو تنسووش هونو لن إنيام أبو بكرنا عمرن نهون الله جوالنا ملسو بتككل تملس هل تملس كسالة تحجن كغي تحجن غاري اللون هوني تا كوشة تحجن وستنا لا يحجن مبلاشتون ست تايوت لنيا ملكا مريوش ليوت ولني چلالون دموشي آنس ابن مالك رضي الله عنه من إلال حجاج ميبال مري نبر بتعم هاي لنيا قول بتمي تكر كفيل سووش كالوت آنال من اللي يربو حجاجين كالتغادل نوبلو السمنا لاتشو اني كنبي يوسمي تشالو صلى الله عليه وسلم لو دفيت يباسن جي تشالي متعما لاتشو شيخ الإسلام ابن تيمية دمو من إلال رحمه الله عفوا ابن القيم السلي يا الله تبب التسفر دمال ان ابن القيم ما شي زمن نوروت كينا سبات متونا سمنت متوامت بفيت يا الله تببوكو بفتسو ما التسفر دمال لن يالا عيدلم أبو بكرنا عمرنا له مؤاويانا عمر عبد العزيز لن يا مري تدرقوا لي شمولن يا الله تبب أتفرد مال كذا من على مري مالت راسهن بمستوطن دم التايونو على عند سو تروسو كالهونا بمستوطن تفلق بيافت ليو لي ترو لي رجل التي شلال المستوطن بقرهن بقرن دالبن وار المياوت على عند زمن وصل كمار لن بفيل ترى يتعرو بقرام كونك بقرام تقور كونك تقور كأي كونك تكأي أرغونو على المياوتو كذا ساتشو منالو إنيان يدهوشن حق زكاتشو مكالكال سنجمر ينيان حق ميكالكالن مري الله يسالي طبنا لالو إنيا بنياسر ميتدادرو تنسواج سنجاقوننا حق أچون سنقوادل ميغرفا مري الله يسالي طبنا لالو إيه دمو بزو كتاب ما يفلق أنن دي لا تسأل الطبيب اسأل المجرب بالا حاكيم بيت هيده بشتهان أتفلقو يمكرن صوت أيك بالا من أربع قراتهم بيناتنا يناتشو من سيلو يمجم مريو عفيتنا يتلقو ساتشو من هونانو تونيزيا وست يهونا لج هولت ما ستريت ديقري اللين قنسرائي اللين يمالنا الله يفتراتنا يتكبرتشو النفس غاز بينزيل أليو لين لك سو شاورن دم يوسدو أركف كفنا بكبري تلقو سات نبي صلى الله عليه وسلم من بلوان عيدلم يتكبروني سو لج قندانن انكوان بأسات ما قاتل تكلكلنا لالتكلكلن
بإسات مقطعت ميشلو يساتو بالبيت بتشانو تبلو علر እሱ ቱኒዚያ ላይ አላህ ያከበራት ያው ሙስሊም ነው እኮ ያኔ ሙስሊም ነብስ በቤንዚን አቃጥሎ ጀመረው ፊትናው ጁማአ ጁማአ ይወጡ ጀመር አሻዕባል አላህ አላሉ ትርጉሙ እኛ በብዛት አረብኛው ስለማይገባን አሻዕብ ህዝቡ ዩሪድ ይፈልጋል እስቃጥ ማውረድ አንኒዛም ስርዓቱን ማውረድ ይፈልጋል አሉ መሆን የነበረበት ምንድነው እናንተ ያላህ ባሪያዎች ሆይ አላህ ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ኢኮኖሚው ቢወደድ ምኑ ቢወደድ በምክንያት ነው اظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس قال بهالا زمال الله ليذيقهم ليقمصاچو بعض الذي عملوا يسروتن كفيلون يالو مولون ادله አሁን ይሄ እየተገረፍን ያለ ነው ኢኮኖሚው እየተገረፍን ያለ ነው ልብ በሉ ወንድሞቼ በባህርም ላይ በበርም በመድርም ላይ የሰው ልጆች በሰሩት ፈሳድ የተነሳ አላህ የወንጀላቸው ሙሉን እኮ አይደለም ከፊሉን ሊያቀምሳቸው ምክንያቱ ምንድነው አለ ለአለሁም ይርጂኡን ይመለሱ ዘንድ ወደ ቦታቸው አለ ወዴትኛው ቦታ አላህ ወደ ፈለገው ወደ ትክክለኛ ቦታ እንድንመለስ ነበር የተፈለገው ከዛ የተለኮሰ ግብጽ ሶሪያ ሊቢያ የመን አረቦቹ ጠቅላላ በሚያሳዝን ሁኔታ ትላንት ዳቦ ቸገረን ብለው ያገር መሪዎቻቸውን እንዳላወረዱ በጀሃነም ጉዳይ ሲቀልዱ ደሞ ምን አረጉ ችግር መጣብን ብለው ከሶሪያ ተነስተው ወደ ጀርመን የገቡት ጀርመን ሲደርሱ ሙስሊም ከሆናችሁ ካሸባሪ ጋር ጉዳይ ያላችሁ የላችሁ የሚለው መጣራት አለበት ፍቃድ ከመስጠታችን በፊት የመኖሪያ ሲባል ከፍረናል ይያሉ እስልምናን ተለወጡ ለመኖሪያ ፍቃድ ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃባዎች ጠየቋቸው እንዴት ሐዲሶች ስናወራ ለብዙ ጥሩ ላልሆኑ ሰዎች ፈርታችሁ ነው ወይ ይላሉ አዎ ፈርተን ነው ማንን መንግስትን አይደለም አይደለም ማንን ይፈራ ነው አላህን መልእክተኛው ያዘዙትን ትዛዝ ያም ብንጥስ የሚመጣውን ፈተና ፈርተን ማለት ነው ስንት ሴቶች የተደፈሩት አገር ግራ ሲጋባ ነው አይደለም ስንት ንጹሃን የሚገደሉት ሷሃባዎች ጠየቋቸው ጀግናዎቹ ማለት ምን ሲሉ የራሱን حق ሙሉልኝ የሚል የኛን حق ማይሞላ መሪ ከመጣ በሰይፍ እንጋደለው ያሏቸው ጥያቄው ትክክል ነው አይደለም በዚህ ዘመን ያሉት ለምሳሌ የራሳቸው መብት ብቻ የራሳቸው ዘመድ ትልቅ አክሲዮን ድርጅት መስጠት በቃ ማዘረፍ ምን ማለት የኛን መብት ማይሞሉልን መሪዎች ከመጡ ምን እናደርግ ሪድዋንላሂ ዐለይሂም ለኛም የሆነውን ጠይቀዋል ያላህ መልክተኛ ምን አሉ? የሱን حق ሙሉለታል። የናንተን حق ከአላህ ፈልጉታል። ያ ወነተኛ ከፋ የሆነው ጌታ ለትግስታችሁ ይከፍላችኋል አሉ። እኛ ግን አንሰማ። በትግስት ሚሰራውን መሬት ላይ ግራውንድ መሰራት ያለበትን ስራ ብትሰራ አላህ ራሱ ያስተካክልልሃል። መሪዎች ጨቋይ የሚባሉት የፈለገ ኖሩ ቢባል 100 አመት ሊኖሩ ይችላል? ይችላል? ኢማሙ አህመድ رحمه الله ትልቅ ምሳሌያችን ናቸው። ቁርአን ያላህ ቃል አይደለም በል ተብለው በሁለት ነው በመናምን መሪዎች ተገረፉ እስር ቤትም ገቡ ካቋማቸው ማልተወዛወዙም ከዛስ ገልብጡቴም ባለስልጣን ማላሉ ለምን ያልሱና አቋም ይሄ ስላል ሆነ በመሪ የተገረፉ ለዲን ሲባል ጸጣሉ ከዛስ ምን ሆነ ጭራሽ የመሪ ትእዛዝ ተቀብሎ ሲገርፋቸው የነበረው ሰው ምን ይባላል ኢማሙ አህመድ የተገረፉበትን ጅራፍ ሰው ግመል ብትገረፍበት ቆዳዋን ሰንጥቆት ይገባ ነበር ይባላል መጥቶ አብደላ ይባላል ልጃቸው አባትህን ይቅርታ ለምንልኝ ቤታቸው ድረስ መጥቶ አረኔ ይቅርብ ይዋለሁ አሉ አባቴ ሆይ አላቸው እንደዚህ ይገረፈህን እንደዚህ ያለህን አላቸው እሳቸው የቁርአን አንቀጽ አነሱለት ወመን አውፋ ወአስለሐ መሰለችኝ አንቀጿ ይቅር ያለ ከዛም ነገሮችን ያስተካከለ አላህ ስፍር ቁጥር የሌለው ምን እንደይከፍለዋል ይሄን አንቀጽ አስበይ ነው ይቅር ያልኩታል ከዛ በተራው ሌላ ባለስልጣን መጣ የዛው ዘር ሆኖ አሁ ምን ላርግልህ ደሞ አላቸው አህለ ሱናዎች ከባለስልጣናት ጋር ጥሩም ሲሆኑ ዱዓ ያርጉላቸዋል መጥፎም ሲሆኑ ዱዓ ያርጉላቸዋል አላህ እንዲያስተካክላቸው ከባለስልጣናት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ለምን ተውት ባለስልጣንን ወንድሞቼ ከሀብታም ጋር መዋል ሰውን ያበላሻል አያበላሽ ደረሳ በተለይ ወደ ዲን የተጠጋሰው ለነብሱ ካዘነ ከሀብታም ጋር ሊው ላይ ይገባው ሁሉ ሀብታሞች መጥፎ ናቸው ልላቸው አይደለም ዲን ስለማይቀሩ ግን እንደነሱ ስሜት ነው የሚያዩት
أنتنا نستي بلو إلو حال النسوس لم يدبراتشونو بلو ميلو أنجي بدين تشقرونو كواو كوار لهم وهي بزر النسون مينة كانقر كذبة فيت تناقروال لك اندزي سووج سلطان لاي سيوتو سن سووجنا ايناتشو على ايناتشو مسين شافافو تلانت مريت لاي كوش ملو يال تناقرواتا عندن سووج يلال ومبرونو ميان ناقرو يلال وارو ومبرا يان ناقر ميهو للنساك ومبرو لاي إهم ومبرنو إهم مكة مجانو ومبرو عرل ميان ناقرو واندموشي سووج مالك يوم الدين يفردون كان بالبيت سترسا زوريه يالو موليد أكباري هابتا موش تززيلو إتشينك قلب الناقر ينتن وهم بالبيت باسكهيمو إتشينك قلب الناقر ينتن دوكيت بالبيت إهتوني أقبهو اللتن باسكهيمو اندزا كوني هونو جواتو تلان تنياس الناقا جو هنا براقوا ما جو ومبر ليسي كمت وميبلا جو سووشان ومبرو غنار لم تشجرو مجمر يونوم تشجر سلنا برب انجي بدا أكمجي يمرونو سنة ميهونو شمس الدين ميبالو أحباش مني لان باللفو مل سرطان بطال لارل بالله فكات إن أجزا أهون دمو من على مجمّر يا الله يفتر وعلى ينبي الروح نوال إنا لله وإنا إليه راجعون أندي تارجو دمو سيبال راسو من على الله كراسو برهان على يساتون برهان فتر وعلى كبرهانون دي تفتروا تساتو قل إنما أنا بشر مثلكم عندنا أنت وصوني إهن المولد بقالنو بجمع قوني تاي كبر الميلو تسوج راقوتين قومان ليا لسو لسو سيل اللهم يسكو تانك غرينا غرا عندن سوو چيمون يالو شاگليكو تلق سونا چو سون تلق ميارغو كيلوم ادميوم مايدل بيهون ايتوبيا وس سنت سوو چ ايتن نبر گن اينا چو ادميا چو كيلوا چو قومتا چو رزمتا چو زرا چو تلق يالارغا چو يهون يهولتنيا كفل حصا لي جهونو بن بالله دين لاي بزو سوو چ ايتن گن انسو اندفلغو بينفرافرو منم مايامط الله هني فرّا سوستيهون سلم مولدي هني ناقرة مولد كأنو بتشانو ناقرة لا يمكبرو أسلم إننا مين ندبت كان يا مولد كان نوار له ما نيك داله نورون كنورو خلقو جليلو إيه اللي جيت ناقرة ونقرب بمنزوم أي متى ونذهونه نورون من نبيو محمد كنورو كراسو برهان كالله برهان خلقو فتروا جليلو الله إيه كسلم الناس وطلع سوطة كبرهان يتفتروا تنمام بتشانو ملائكاوچ ناچو نبيو دمو ملائكا ايدلو مكنياتوم ملائكاوچ ايبلوم ايتطوم سيت ايگنانيوم ينيا نبي يبلالو يتطالو سيت ايگنانيان يا سلطان النجر اندان منياو كسطنم سلطان الله من اينت سلطان يستن وجعلنا للمتقين اماما الله وي اللهم فري لهونو تسوج مري ارگن اللهم فري لهونو سوج مري كونك كانت بزو يتطبقبهم الناس راساتهم بالله حق سلمرو انت بزو للناس ستل دين المكير يتبكب زاري تشغرو مسلاچو ايو هون ازي سنت نونالن روق سفر سنتنا سنت باجاج اقوارطاچو يمطاچو بات سفرال اتش مسجد المولاچو لچفرا سيون سو ستاديوم انا ميلينيم اداراشن يمولوال ارل من يلالو اين كله سو مولد ايتشالم بلل الناس كفاو نو يلالو الله ما اسكفاتي بسلاي بسمو اندموچي كالتچال التچالم كونو عالم لا يالو حزبوچ لا لمسكفات ميبال نغر አለ እንዴ ሚሊኒየም አዳራሽ ጭፈራለ ሲባል አምባሳደር ቲያትር ጭፈራለ ሲባል ሰው ገንዘቡን ከፍሎ ይሄዳል የሚካድ ነገር ነው አረ ወንድ ሴት በቃ ደስ ይላቸዋል ያው ሸይጣን ከጀርባ ይላቸው ይለ ወንድና ሴት ለነብዩ ፍቅር ሰለላሁ ዐለይሂ ያሉ ሴቷ ሻሽዋ መገለጡን በካሜራ ነው መታየው እንጂ በሰዓቱ አታየው ወንዶች ተመቺኛለሽ ይያሉ በውስጣቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ላል واشيچي باچو ارلم وندموچي وشت حرام نو ارلم بسلمنا وشت حرام نو ارلم بسلمنا يا ادباباي افطار بلو وتهو من اندسرو لنگراچو بفيديو تقرصو بانكي تقورطو لجوچ ناتشو غازيتنيو يطيقاچوال اندي نبر افطارو علاچو تزيلاچوال امنار لي تجمرو بنگراچ لي موليدم يا ادباباي افطارم بيدان منم ايهنياون تتل يانياون بيدان منلبت يلم هولم بيدان وتو امنا ካስተዋሳችሁ ጾሙ ስንት ሆነባችሁ 30ኛውም ቀን ጾም ሆነ ልጁ ምናል እንዴት ነበር ሲባል ቃጢራ ቢሆንልን አሪፍ ነበር አለ ቺካንዞቹ ምርጥ ምርጥ ነበሩ አለ እኔ ፒያሳ ልጅ ስለሆንኩ ይገባኛል ቋንቋቸው ቃጢራ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ጫት ቃሚዎች አዳር ድፍን ከቃሙ ለሊቱ ቃጢራ ይሉታል ነገ ረመዳን ባይሆን ኖሮ ኢድ ቢሆንላቸው ኖሮ በነገታው ስቴዲዮ ቺካንዞቹ ምርጥ ናቸው ማለት ሴቶቹ እዛ የመጡት አየህ
የኢፍጣር ፕሮግራም ልናካሄድ ነው ብለው ሰይት እህቶቻችን ሙጭጭ አርገው አፍጠረውባቸው ማለት ነው። ተክቢር ይያሉ ሰይት ነው ሲያዩ የነበረው እንጂ አንተ ሰይቶች ቺካንዞቹ ቺኳኳል አለ። አንዷን ሰይት እኮ አይደለም የጠራት ቺካንዞቹ ስትል ምን ማለት ነው? ፕሉላር ነው አይደለም ወንድሞቼ? ብዙ ቁጥር እኮ ነው። ሰይቶቹን በደም ባዩና ነገ ኢድ ቢሆንልን ኖሮ በዛው ደግሞ ጧት ሊጨፍሩ ማለት ነው። ኢድ ሰላትም ላይ ይጨፍሩ ይለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላሂ ሸይጣን ድሪቶን የሰራባቸው ሰዎች እኮ ናቸው ለማያቃቸው። ስለዚህ የዚህ የሰልጣን ነገር ስንቱን ሰው አዋረደው። ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? ገብተን መጅሊስ ውስጥ ብናስተካክል ይላሉ። የኔ ጥያቄ የወንድሞቼ ጥያቄ በየሰፈርህ መድረስ አስተምረ ለምን ህዝቡን አታስተካክለው? ከመጅሊስ በፊት ምን ይቀደማል? ህዝብህን ማስተካከል ይቀደማል አይደል? ህዝቡ ሳይስተካከል አንተ የመጅሊስ በሪ ብትሆን ልክ እንዳሁኑ ፋውል እንደሰሩት ሰዎቹ ህዝብ ሳይስተካከል ላይ ጉብ ሲሉ ትላንት ተናግረዋት ማያቋት ንግግር ወንበሩ ላይ ቁጭ ሲሉ ተናገሯት ምን ብለው። ብዙ ሰው መውሊድ ያከብራልና መውሊድ በአገር አቀፍም በውጭ አገርም ደረጃ ምናምን ትላለ አይደለም የኢትዮጵያ ማለት ነው። ወላሂ ቢላሂ ተላሂ ቁርአን የወረደው በአረብኛ ቋንቋ ነው አይደል? የሳውዲው መሪ ሲደመር የኳታሩ ሲደመር የግብፁ ሲደመር የባህሬኑ የዱባዩ የኩዌቱ የኦማኑ አሉ የሚባሉ አረቦች ተሰብስበው አዲስ በዓል ሊያመጡ አይችሉም። ለአን ሀዘ ዲን ምን አይነት ዲን ነው? የታዘዘ ጀነት ይገባል፣ የታዘዘውን አልሰራም ብሎ አዲስ ነገር ያመጣ እሳት ይገባል። ምን ጥርጥራል? አደገኛ ነው ይሄ ስልጣን። ዛሬ ስንት ሰዎችን አበላሻቸው። አስተሳሰባችን እናስተካክል። በየሰፈሩ ቁርአን ብናቀራ ዲን ብናቀራ አላህ ሚረዳቸው የሱና ተከታዮች ነው። ይሄን መንገድ እንከተል። ፈኢዳ አመሩ ባዘዙ ጊዜ በማስያቲን በወንጀል እነዚህ መሪዎች ፈላ ተጁዙ በፍጹም አትፈቀድም ጣአቱሁም እነሱ መታዘዝ ፊሃ በወንጀሏ ጉዳይ ላይ ወተብቃ ነገር ግን ትቀጥላለች ጣአቱሁም እነሱን መታዘዝ ቢልማዕሩፊ በመልካም ፊ ገይሪሃ ከወንጀሉ ውጭ ባለው ጉዳይ ግን እነሱን መታዘዙ ይቀጥላል። አመለን በመስራት ቢቀውሊሂ ተዓላ ያላህን ንግግር እየሰራንበት ምን ያለውን ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አጢኡላህ አላህን ታዘዙ ወአጢኡ ረሱል መልእክተኛውን ታዘዙ ወኡሊል አምሪ ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ የእናንተ ጉዳይ ባለስልጣን ተብለው የተሾሙ መሪዎቻችሁንም ታዘዙ አይ ቢልማዕሩፍ በመልካም እስካዘዙ ድረስ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ሁለተኛ ምን ሰራበት ደሞ የማን ንግግር ይዘን ነው የነብዩ ንግግር ይዘን ነው ኡሲኩም አደራላችኋለሁ ቢተቅዋላሂ አላህን በመፍራት ላይ አደራላችኋለሁ ወሰምዒ በመስማት ላይ ወጣዓቲ በመታዘዝ ላይ ወኢን ተአመረ በተሾመባችሁ ጊዜ አለይኩም በእናንተ ላይ አብዱን ባሪያ ቢሾመባችሁ ባሪያ የጨዋ መሪ መሆን ይችላል ባሪያ የጨዋ መሪ መሆን ይችላል አይችልም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋያው የነገሩን ድካ ለማሳያት ፈልገው ነው። ባሪያ እንኳን ቢሾምባችሁ ከሀበሻ የመጣ እንኳን ቢሆን ጸጉሩ ቁጥርጥር እንኳን ብትሆን የሀበሻ ጸጉር ለስላሳ አይደለም አይደል? አረቦቹን ሰብስበው ስለነበረ አረቦቹ ላይ የነበረ ይሄ እኛ ትልቅ ነን የሚል ሳቤ ስለነበረ ባሪያ ቢሾምባችሁ ጥቁር ቢሆን ጸጉሩ ደግሞ ደረቅ ቢሆን እንኳን ስሙ ታዘዙ። ከተሾሙ ተሾመ ነው በቃ አለቀ። ባለስልጣናት መሳሪያና ሰራዊት አላቸው የላቸውም? ወንድሞች በሸሪዓችን ሐታ ተረው ኩፍረን በዋሃ ግልጽ ክህደት ብታዩባቸው እንኳን እስክታዩባቸው ድረስ የተባለው ሐዲስ ዑለማዎች ምን ብለው ጨምረው ያብራሩታል? ግልጽ ክህደት ራሱ ቢታይባቸው እነሱን ከማስወገድ በፊት አሉ የሚቀጥሉት መስፈርቶች መሟላት አለባቸዋል። አንደኛ እነዚህ ክህደት የፈጸሙ ግልጽ ክህደት የፈጸሙ መሪዎች እነሱን አስወግደን ከነሱ የተሻለ ልናመጣ የተሻለ ማታመጣ ከሆነ ደም አታፋስስም። አንድ ሁለተኛ የሚመጣው ኸይር ደም ሲፈስ መቼ ማንኛውም ግጭት ደም ይፈስ ይኖረዋል አይደል? የባሰ መፍሰዳ ሊያመጣ ይገባው እነዚህ ሁሉ መስፈርቶች ከተሟሉ በኋላ። ሶስተኛ አቅም ሊኖር ይገባል። ዛሬ ታያላችሁ ምንም አቅም ሳይኖራቸው ሰዎች የሆነ ነገር ይናገራሉ፣ መንግስታት ይመጣሉ፣ በየቦታው ያሉት ዓለም ላይ እርምጃ መውሰድ ውስጥ ይገባሉ። ጥቅም አስገኘ ወይስ ጉዳት? ወንድሞች ጉዳት ነው። በሸሪዓችን ደግሞ ጥቅምና ጉዳቱ ማመዛዘን ግድ ነው። ከኛ ግን ብዙ ጉልበት ማይፈልግ በትንሹ ልናስተካክል ምን ይችላል
نبساتشن كاستكاكل ليلي يتنسان النزي سوتشكو كسو يتغنوناچو مطفو ميبالوت مريوچ الله وي يباريوچ لب بانت اجنا يالو ايهن مرياچنن استكاكلو نورون اندي هارغو اندزي هارغو بنل نبي صلى الله عليه وسلم منالو عند باريا بونجل ان زمدنا بمقرط اسكال من درس الله دعاون يقبلوال فضيل ابن عياط رحمه الله من يلالو عند تقبلنت يالات دعاء بتنوري لنفسي على رغات مال لمريه نو ما درغات قال مكنياتهم يسو مستكاكل لسنتوچ مستكاكل سبب نونا حرم ليله من يمسلاچوال اللهم اصلح بطانته يالو دعاء ما يرغوت يا حرم دعاء تسمو لمريوش دعاء يدرغالار يدرغالار አማካሪዎቻቸው መልካም አድርግላቸው መጥፎ አማካሪ ነው አይደለም ህዝብም ያስበላው ስለዚህ የመሪዎች ጉዳይ እንዲስተካከል ዱዓ ሊደረግ ይገባል የሙስሊሞች ጉዳይ የተሾሙባቸው ሰዎች ወይረውና አንነ ማእሲየተ አልአሚር አህለ ሱናዎች እኮ የሙስሊም መሪን ማመጽ እኮ ማእሲየቱ ለረሱል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመጽ ነው ብለው ነው የሚመለከቱት ጉዳዩ ስለሆነ አመለን እንን ደሞ ከራሳቸው አይደለም ማቆሙን ያዙት አመለን በመስራት ቢቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል በመስራት ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يطع الامير የሙስሊም መሪን የታዘዘ ሰው فقد اطاعني انن በርግጥ እንደታዘዘኝ ነው ومن عصى الامير የሙስሊም መሪን ያመጸ ሰው فقد عصاني انن እኮ በርግጥ እንዳመጸኝ ነው ويرون اهل السنه وتشملكتالو الصلاه خلفهم كمسلم مريو الجربا صلاه مسجد اندالباتشو يامنالو والجهاد معهم كنسو جامابرو جهاد يوطالو والدعاء لهم لنسوم كو دعاء يدرغولاچوال بمن بمن بالصلاح الله اندي استكاكلاچو والاستقامه الله بالله دين لا يقط اندي يرغاچو ومناصحتهم باكل دمو كتغنوا من يدرغالو باكل اسمربتي باكل كتغنوا انت يا الله باريا هوي الله يغزه بياسكو غداي لي بالفهو غن اندي بلا يتناغركات كقران كحديث تغاچالچ اندي تلالچ نبي صلى الله عليه وسلم منالو كجهادوچ كله بلاچو امباغنن مري فيت اسو فيت ستهونو بجربا ماورات ايچال اسو فيت ستهون يايهبتن غدلت فيل لفيتو لتنغرونو ايهم كجهادوچ كله تلقنوال كذا وچ مريوچ በሚንበር ላይ በተለያዩ ቦታዎች ስለነሱ ማውራት ከልከለ ያለ ሱናዎች አቋም መሪ ይመከራል መቼ በግልጽ ያገኘነው ጊዜ ከዛ ውጭ መሪው ለምሳሌ በአደባባይ ወጥቶ አላህ የከለከለውን ነገር ወለድ ምናምን ተዳፈረ አለ ሱናዎች አቋማቸው ከመሪ ውጭ ያለ ሰው ከሆነ በአደባባይ ወጣው በአደባባይ መልስ ይሰጡበታል መሪ ከሆነ ግን ስሙ ሳይጠቀስ ወለድ ወንጀል መሆኑ የመሳሰለው ይነገራል لمن زمتا مسمامات نو ايدلم مريو بمياطفاو طفات حزبوچ اندايكتلوت من يدرغال حزبوچن اتقالاي ماستمر سرا يسرال كمريوچ گاگم فيلفيت مفاطط يلم ليلاو لمريوچ دعاء ما درگ بتبالو لاي نبيو صلى الله عليه وسلم منالو ملكام مريوچ مالتالو انانتم لنسو دعاء متادرگولاچو انسوم لنانت دعاء ميارگولاچو مريوچ ناچوال مطفو مريوچ مالت እናንተም እምትረግሟቸው እነሱ ሚረግሟቸው ናቸው አሉ። ስለዚህ ዱዓ መደራረግ ራሱ በሸሪዓ መሰረት አለው። አልአስሉ አልኻሚስ አምስተኛው መሰረት ومن اصول اهل السنه ካለ ሱናዎች መሰረት ውስጥ ተህሪሙ እርም ማድረጋቸው الخروج አምጾ መውጣትን على ولات الامور المسلمين በሙስሊም መሪ ላይ አምጾ መውጣት حرام ነው ይላሉ። اذا ارتكبوا بفصموا غزي مخالفه متصرر ነገር دون الكفر ككهدت بتاچ ያለውን ወንጀል በሰሩ ጊዜ እነሱን አምጾ መውጣት እኮ حرام ነው ይላል ከህደት ከሆነ በያቻለው አይደለ ግልጽ ከህደት ከሆነ መሪም ላይ ቢሆን ይወጣል በየትኛው ቃይዳ እነዛ 3 መሰረቶች ተይዘው የተሻለ ነገር ማምጣት አቀመኖር በጣም ደም አለማፋሰሱ ለአምሪሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ተእዛዝ ስላለበት በጣዓቲሂ መሪዎችን በመታዘዝ في غير معصيتي አመጽ እስካልሰሩ ድረስ ማለም ይحصل ይሄ ወንጀላቸው منهم ከነሱም ይገኘው ኩፍሩን በዋሁን ግልጽ ክህደት እስካልሆነ ድረስ ሙስሊም መሪዎችን መታዘዝ ግድ ነው በኺላፊ በመጻረር المعتزለቲ معتزله ከሚባሉት ቡድኖች በተጻረረ መልኩ አህለ ሱናዎች ያምናሉ الذين
معتزلة وشكو يوجبون قديتانو يلالو الخروج أمس وموتات اللبن قديتانو يلالو على الأئمة بمريوش لاي إذا ارتكبوا بفتسامو جيزي شيئا عندي تنقر من الكبائر كتللك وانجلو تشوست بفتسامو جيزي عندوان بالنسو لاي أمس وموتات قدنو يلالو ولو لم يكن بايهون انكوان كفرا إهي يسروت وانجل مريوشو كسلمنا مياسوتا كفر انكوان بايهون أمس وموتات قدنو يلالو ويعتبرون هذا يهنن مكوي مدبوتان من الأمر بالمعروف كما الكام مازز بلو يكوترو تال من مؤتزيلة وش ما لاي موتاتا چو مريوش لاي أمس وموتاتا چو والنحي عن المنكر كمتفو مكالك البلو كويوسدو تال والواقع تجبباج اغن مياسيزو أن العمل يه سراكو المؤتزيلة مؤتزيلة وش ميسروت سراكو هذا السكونو هو أعظم المنكر تلكو منكركو تلكو مدفونا قرمالتكو تراش إيهينو لمن عندنيا نبي يوما مزعن الساتشو قلتس كهدت سيفتس بيتشانجي مريوش لاي ووتو يالوت كزاوش منا درقو بلوان تاقسو نوار ليالوت لما يترتبو علي امياس كستاوم بمايت مريوش لاي موتات من مخاطرة عظيمة كبادية هنا عدقاوش سلالوت من الفوضى قرقري فترال وفساد الأمر نقرو تشولي قلبا بتعلو يبلا شالو واختلاف الكلمة بمسلمو جمكا كليا لو عندك وام لهو لتنا لسوستي اللي وتسلط الأعداء يتقلاتو جم تسقسقو مقبات بزيه قنيا اللي ليبيا متبالو عقر يعني مسالي بزمنا جم بزو سلال مالت مسالي عرل بزو نقرو جم يسرد قزافي ميبالو نسوي كالو الردالو تورنتو استقبونا هزبو جم منالو كفرنساي منغست غا تسمامو من سيو انانتا كلاي دبدبولن انيا كتاچ نقاوموالن بلاو انزا ميطلوتن بومب طلو سو يو موتا كزاس يفرنساي منغست 480 بليون مليون ارل بليون دولار علباچو كلاي طالكوت اوروبلان اندي اندي يهونو بلاو حسابا متطلاچو ب 50 متا يكفلوت مياسازنو سو يو يهون يحل بر يزبن بلاو نو ارل دين لاي چغر نبربت بنغراچ لاي قزافي يدين شجرون أنا سومنا برا يدوني شجر قدل بنبلو سوي يومنا بارروت فرنساي أرات متو سمانية بليون دولار على بتشو على تشاچو باندي مكفلي تشلان أي تشلو انداي تشلو دمو من هذا رغواتشو لهولت لسوستن دي سنة تقو رغواتشو كذا هنا دا جنبوتا نسوسدوت إسبان من هم تلاچو أجرو تشلمو ليبيا كأفريكا بأسا يتأوق أجنب برج أجر زيسي ترام مسلاچو أرس برس مسلمو تسيقادة دلو أن السوبة زابت عرفو بكلمتونا أسا تشون أس قرو دمو دا سبين تملسو يلي بيان أسا بنس أي بلال أيا چوار القدات أندا لمهون أند لي بيو ياقين چين بر راسو ينقرين منالا بزاسو يي زمنالا بقادا في زمن كاقريتو كفلكو أكتا جا ليلان يو جاف بفلكو ساعت بچهن تنستا مقواستي چلن برال أهون ودليلا كفلها غير مهيد بفل قال غوصا وچه إزا غوصا كاللوت غا تزعاد صفو عصفك دو لينو عند أغر تشاقري عند كفلها غير تشاقري ودليلا مهيد مجلوال مدفر اللالي مقدل اللالي مسلم مسلمين يقدل مالت يباسة مطال مطامون دموشي كزا سوية يباسة نغر لاي ودكو على ودكو لا إله إلا الله يلو سووش غورا يزو بمساريس كي جارا رسو درس سلزي بدن بيتاسب بتين أغر الأصل السادس سدستن يوم مسارات من أصولي كمسارته أهل السنة والجماعة يهل السنة والجماعة من توجست سلامة قلوبهم لبوچاچو مترعتاچو وألسنتهم ملاسوچاچو مقوطباچو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم بالدرباوچ ملاساچو لباچو ملكامننجي ليلة النقر عمين كما وصفهم الله الله اندقلصاچو بذلك بزهم قد إلي في قوله تعالى كفى له الله سبحانه وتعالى عندي سيل تناقر لما ذكر المهاجرين مهاجروا تنتكس والأنصار كزمن موي مدينة سوى تنتكس مهاجروا كمكة ودى مدينة يتسددوا تناچو أنصاروا دمو مدينة لي كدمو ودى مكة هلت جيزي تملال سو نبي مكة بنبرو بات ساعت صلى الله عليه وسلم دين يزو أمنو هيدو مدينة لمهاجروا عندي متقبات آمنوا تزجاجتهم دي تبكوا هذا الرجل ناشو هلتهم كتكسبوا هلا وأثنى عليهم أن السنك عود سبوا هلا قال تعالى
كف يا الله سبحانه وتعالى نزيه له كمان كمهاجرنا كأنصار بهلا ميمة تنسوتش سورة الحشر لي سمنتني وأنكث سل مهاجرو تياورال زتني وأنكث سل أنصارو تياورال أسرني وأنكث سلمان يورال كنسو بهلا سل ميمة تسوتش كما كصحابة بهلا ميمة تسوتش أمان يتشكو على سلزي عند سو نبسون أمان ينعي دلله ميلوم ماو كفلق بزي چانكس يفتشات والذين النزيع جاءوا يمتو من بعدهم كصحابة بهلا يمتو تكو يقولون يلالو ربنا جيتا چنهوي اخفر لنا لن يمار لن ولإخواننا لو اندمو چاچن مار لن النزي اندمو چاچو نما ناچو أتقبات چو يلوت ناچو عيدلو الذين النزي عندما تشنكو سبقونا كدموني هدوكونا شو بالإيمان بأمنت كنيا بفيتين ببرد إنما ناتشو صحابة وشناتشو سلزي مارلن بلو دو أميرغونا شو تشراش أيد اللي صحابة وشنسم بمتفولي أنا سكرتهم ولا تجعل أتدرقبنا الله وي في قلوبنا بلبو تشنست غلا مكينة تلاتشان أتدرقبنا للذين آمنوا للنزي الأمنوا تلا صحابة وش ربنا جيتا تشنهوي إنك أنتكو رؤوف رهره كونه رحيم أزينه شيعوج بزيانكز منم صحابا ميت على بزيانكز مسرت راس كمنم بلي لفتش يقبوال صحابوج عندكو منكات مسمر منكاتنا نبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا عند تصدبوا صوستون أراتون همساون علانو أحدا عندكونم كما من أصحابي كني بالدرباوج فإن أحدكم كان أنتو ستأنداتشوكو لو أنفق بيست بيلقس مثل أحودين ذهبا يأهود ترارن ميأكل ورك بيستكو ما أنفقه أي ستكا كلمكو أي درسمكو مد أحدهم النسو يوتوتن أفين أفين مالتيو هل التجاند لي سنديتون دوكيتون تمرتون ولا نسيفه يسونج ماشد موهيو بعند الجندزي عيستك كلمنا ان تصدبوا بنا وعملا بقوله بمسرات كونه بنبي صلى الله عليه وسلم نغغر اهون ينبب كلاتو حديث لا تسبوا اتصادبوا اصحابي بالدرباوچين فوالذي نفسي بيدي نفسي بجبو هناك جيتا سم ملالو لو انفق احدكم كان انت وسط انداچوكو مثل احد ذهبا يهود ترارن مياكل ورق بالله منجل لاي بيسط ما بلغ بفصم كو يدرسم مد احدهم افنيون ولا نسيفه قماشنا خلافا بمتصارر للمبتدعتي يبيد أسوتشن بمتصارر كونو أهل السنة وش صحابوتشن ميودوتنا ميكبروت من الرافضة والخوارج خوارجنا رافضة يتبالو تيتمت بودنوش لصحابوتش يلاتشو إيتا بتأمادقين إيتا سلوهنا كان السنة تصارر لن الذين خوارجنا رافضة وشكو يسبون يسادبالو الصحابة صحابوتشن يسادبالو ويجحدون يكدالو فضائلهم درجات شوندمو يكدالو يصحابا وچن ويرى أهل السنة أهل السنة وچكو يملكتالو يامنالو أن الخليفة متكوكو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم كتلوكو يالو يساتشو متك أبو بكر بالال ثم عمر كذا كتلو دمو عمر بالال ثم عثمان كذا عثمان نو ثم علي كزام علي نو رضي الله عنهم الله ملك مسرعون يدد الله شو عجمين يهولون فمن طعنا يهنن يستبابلا ودك أدرق في خلافتي واحد من هؤلاء كنزي كلايك تتكسوت كأراتو ياندات شون مرينت يستبابلا يستنن نسسوكو فهو السوكو أضلوا من حمار أهلي كأهي يبلت كيلنا موينو لمخالفته النس قلت ما سرجانكو سلتك أومنوه قلسا والإجماع يا مسلمو جنم سممنت على خلافتي بتتكينتاتشو هؤلاء النزيك لا يتكسناتشو على هذا الترتيب بزي ترتع أبو بكر عمر عثمان علي تبلو يتكسوتن سلاستباب بلنو إن شاء الله تعالى الأسلو السابع كملو.